بونجور عن جديد أندري. بونجور سيدي، رجعنا لنتابع الجزء الثاني من حلقتنا لليوم. هي الحلقة استثنائية بوجود ضيفنا باسم مغنية اللي ربح باستفتاء شهر رمضان، هو كان الأفضل بحسب مستمعين الإذاعة. حسيت أنه عم تحكيني عن مسلسل جزء تاني، قلت أنا بدي يقلي بعد جزء ثالث من على الموجة. نحن كل جمعة عنا أجزاء أجزاء عن جديد. بدنا نحيي اللي عم يتواصلوا معنا على الواتساب كتار، رح نرجع لهم بعد شوي. اللي عم بتحبوا يتواصلوا معنا على التليفون كمان، وبدنا أرقام صوت لبنان مثل العادة من اختصاص سيدي 01-325-35 01-201-380 76-611-05-03. وكمان فيكن تشوفونا لايف فيسبوك على صفحة Voice of Lebanon 100.5. وبدنا نحيي أهل الصحافة اللي عم يتابعونا وعم يكتبوا لنا تعليقاتهم وعم ننقلها لباسم. بدنا نحيي كمان كتار عم يسمعونا مستمعين الإذاعة، ممثلين، فنانين، بعتونا واتسابات. هلأ ننقلكم شوي شوي تحياتكم لباسم. باسم، كنا عم نسمع موسيقى التانجو، أكتر هيك مشهد مؤثر كان بالنسبة لك؟ أنا كان عندي حظ كتير كبير بتانجو، أنه يكون عندي أكتر من مشهد حلوين. يعني في عندي يعني اللي خليني أبرز برمضان والناس بتحكي عن شخصية سامي، هو لأنه كانت مكتوبة بعمق وكان فيها كتير مشاهد مؤثرة. في كتير مشاهد ما بقدر أتذكر الكل، بس أول مرة بشوف جتة زوجتي فرح كان مشهد بحبه كتير. لما أخذوا مني ابني أول مرة، وأنت عارف منه ابنك وعارف منه، بس أنه ربي معي بني واحد بكون عنده بسيني بالبيت وبيخاف عليها، ما قال على. ولما برجع بلتقى بابني بيسمحوا لي اني اشوفه كمان. في كتير عندي، كان في عندي اكتر يعني، عندي كمية مشاهد كتير كبيرة بالعمل، هذا من حظي انا يعني، وهذا الشيء ساعدني اكتر. ولما تلتقي بأليك وداود كمان بمشهد وجه بوجه بكون عندك كمان شيء حلو. ايه انا استاذ أليكو صراحة يعني انا اشتغلت معه، كان عامل دور بي مع انه بعده صغير، ما كتير كبير. عم بحكيك القصة من 20 سنة، عملنا طالبين القرب. صح. كانت الحلقة بطولتي انا واستاذ أليكو وكاروس ميحة وجوال توما، اكيد تعرفوا جوال توما زوجة زياد دويري اللي هي كمان كانت بالعمل. فكنا عم نعمل قصة حلوة مع استاذ مروان نجار. كارول سمعها كانت ببدايتها مزبوط. انا جمعني اكثر من عمل انا وكارول. هلا هون التقينا انا واستاذ أليكو ورجعنا غبنا فتره طويله والتقينا بثوره الفلاحين. بعتقد حيكون ديو كتير حلو بيني وبين وجه بوجه. هلا صوت بصوت أليكو معنا على الهواء. الو الو، اهلا وسهلا فيك استاذ أليكو. مشتاقين حبيب قلبي. عليكو انت من الممثلين كمان اللبنانيين اللي بنعرف بس يقولوا عليكو داوود موجود بهذا العمل، يعني الدور بيستحق انه تنزل على السيت وتصوره. تسلم. انا ممنونكم. انا صراحه عم تلفين مش تحكي بفقره حكي فن، انا عم بحكي بفقره رح سميها حكي صدق. نعم. انا اصريت، انا عاده انتم بتعرفوا ما كتير بطلع يعني انه بنقي وما بتكلفين انه هيك مين ما طلع بمسك ما بخرب بقعد بخير. انتم بتعرفوا، انتم شخصيا وست سيدي بتعرف طبعا. بقى انا صراحه عم تلفن لانه باسم تحديدا معكم، باسم الاخ، باسم هالفنان يلي كان بيستحق، ويا ريت هودي اللي صوتوا له هالناس كلها يلي انا بحييهم بيعرفوا باسم عن حقيقته كانسان وكفنان، على التواضع، على هالسطارة، هني حكموا على السطارة، على هالتواضع لأني بعرفه شخصيا، على هالطيبة وعلى هالصدق، وهيدا صديق بتاخدي صديق مدى العمر. فأنا عبتلفين بس تحتيل هني وقل له كان إلي الشرف وانبسطت كتير بالشغل معه. أصلا مثل ما كان عم بيقول بثورة الفلاحين رح نعمل ديو كتير حلو إن شاء الله بيحضروا الناس. فأنا من قلبي بهنيك، وبالنسبة للي كنت عم تحكيها المشهد المؤثر وقت اللي بياخدوا منك ابنك، أنا بدي خصص كلمة صغيرة إلك وللسيدة الفاضلة مرتك وإلكم الله يطعمكم بأقرب وقت، لأنه بتستحقوا تكونوا بي وأم لطيبتكم ولنزاهتكم ولنظافتكم. فأنا بحييك بقلك ألف مبروك، وأنا سعيد وبفتخر كنت بهالعمل الراقي، ما إله غير اسم تانجو بظل هالأعمال برمضان، كان العمل الراقي اللي ما بيشبه حدا، اللي مثل مخرجه ومثل الشركة اللي أنتجته ومثل الشركة اللي أشرفت على إنتاجه. هودي ثلاثتهم ناس راقيين
وكان لي الشرف اني اشتغلت فيهم، اعطيت من قلبي بحجم دوري اعطيته، ما بعرف قديش بيّن، والحمد لله اني انا كنت موجود فيه. يعطيكم الف عافيه. شكرا استاذ عليكم. انا 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 لاني بعرف انك انت ما بحياتك بتطلع على 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 اذاعه وبتحكي عن شخص، انا كتير اثرت انك حكيت عني، وانت بتعرف قديش انا بحبك، ما بعرف شو بدي اقول عن جد. شكرا انك اعطيت رايك فيي، انت انسان اكاديمي كتير مسرحي، عصرت كل المخرجين لتعطي رايك فيي. انا بالنسبه لي انا كتير مبسوط، مش لاني عم بحكي على الهواء، انت بتعرف معزتك عندي، وانا كمان وبتعرف قديش انا بحبك وقديش مبسوط اني اشتغلت انا وياك. انا ما هيها انا يعني انا مني طالب شيء بهالدنيا، بهالدنيا كل واحد بيقول لك بونجور بدك تنطر، يعني مش كلهم يعني، بس انه اغلبيه شو في بعض الاغلبيه بونجور يا الو حبيب قلبي شو بدك دغري، انا بقول له الو حبيب قلبي نعم شو بتريد عرفت، انت من الناس اللي ما بدي شيء منك وانت ما بدك شيء مني، انا عم بحكي راسي وضميري، وبعدين انا اللي بحب شجع انه يكون هالالف والمحبه بين الفنانين، لانه مهنتنا ارقى من كل المهن، مع احترامي لكل المهن، يا اخي ما رح اقول ارقى، رح اقول مختلفه عن كل المهن احسن ما يزعلوا. انا بحترم من الزبال لرئيس الجمهوريه بالنسبه لي احترام كبير عندي، بس انا بدي ادعي بس لشويه هيك الخسه نصغرها ونتلفن نهني بعض، نكون حب بعض، نتواضع، إذا واحد عمل منيح من بدي بدك تقله برافو، إذا عمل عاطي جرب ما تقول شيء. لا بنسأله بقول بنسأله رأيه بهالعمل، ما حضرت عفوا سوري ما حضرت ما قدرت إنه هيك. وبعدين إذا بدنا نعمل انتقاد بناء وجها لوجه مش بعيد وبس هيك، إنه شو فيها إذا هالزملاء تبع بس يمسكوا التليفون يهنوه ولك يقولوا له ما كل الدنيا كبيرة وبتساع الكل والأعمال كتيرة وجاية والدراما عظيمة وبوجود شركات مثل إيجل وغير إيجل، أنا برأيي انحطت على السكة الصحيحة الدراما اللبنانية، فما يخافوا يتواضعوا ويشجعوا ويباركوا ويهنوا يلي مثل باسم وغير باسم. يعني كمان بدنا نقول هون يعني كلمة حق تقال استاذ يعني جوزيف أبو خليل، كمان الممثل تواصل مع باسم ضمن حلقتنا وهني استاذ أليكو. أنا بس بدي أقول كمان شغلة، لما كنا عم نعمل استفتاء أنا وأندري عن أفضل عن نجم رمضان، كانوا المستمعين عم بي يعني جائزة تقديرية لأليكو نهلة داوود، كانت الجائزة التقديرية لكم، ذكرت كتير فعلا فعلا الحمد لله. أنا بشكركم وبشكر هالإذاعة يلي لازم تغيروا لإسمها بأقرب وقت. شو صوت كل لبنان يلا لعيونك استاذ عليكم. شكرا وتحية لنهلة حبيبة قلبي، مبروك لنجاحكم بمسلسلين طريق وتانجو حب الحقيقي. شكرا شكرا اهلا وسهلا فيك استاذ عليكم. بدي اقول لك قبل استاذ عليكم بعده معنا، هل قد شريرة نهلة بالبيت مثل ما هي شريرة بالحب الحقيقي وبغيرها؟ يا رب دخلك. هلا نحن قررنا السنة رح يكون غير استراتيجية بتنقية الأدوار. خلصنا ايه سلم لنا عليها ويعطيكم ألف عافية. شكرا مرتين. شكرا باسم، هالتواضع يلي عم يحكي عنه استاذ أليكو بين الزملاء، صعب كتير واحد يهني زميله، لغي منحكي الغيري وين ما كان بكل المجالات موجودة، ولكن يمكن بالفن أكتر. أبدا ما صعب، هي بتكون واحد متصالح مع حال يقدر. أول شيء بدي أشكر مرة تانية استاذ أليكو، عن جد بقدر له إياها، لأنه ما توقعت تتصل ويحكي عني، أنا بقدرها كتير. بالنسبة لأنه الواحد يحكي بده يكون عنده ثقة بحاله، الواحد ما يكون عنده عقدة نقص. يعني أنا بدي لك شغلي، أنا من زمان كنت من أحد أبطال مسلسل طالبين القرب، وكان وقتها الحمد لله وضع كتير منيح، كنا من الأسماء المنيحة، ونزلوا شباب جيل بعدي بأحلى بيوت راس بيروت ما كنت بعرفهم. في 5-6 أشخاص دقيت لهم وهنيتهم كلهم، فتفاجأوا أنه أنا عم بتصل. هلا بيستعيدوا عنهم نكتب لك تغريدة ما أنا هنغرب لك. لا أقول لك شغلي، أنا ما بهني حدا على تويتر، لانه دائما بعتبر انه تويتر منك ناشط على كل حال كتير. لا ما بهني على تويتر، لانه انا اذا بدي اقول للشخص مش ضروري كل الناس يعرف انه انا عم بهنيه، يعني بتصل كان ماجي ولا كان سيرين ولا كان نادين، بتصل فيهم ديركت وبحكيهم، يعني الا اذا في مع عدم معرفه بالشخص
ببعت له على تويتر انه مبروك، ما بعرفه يعني ما. بس انا بحب انه الشخص اللي بدي هني يكون بيني وبينه. ليش بدي اقول للناس انه انا اللي شوفه بدي استعرض يعني، لا يكتبوا عني انه والله باسم هنا فلاني او فلان فيكتبوا عنه، ما كتير عندي هون باسم. اذا بطلع قدامنا السنترال مضوى كله يعني، في كتير ناس ناطرين على التليفون، خلينا نبلش يتواصلوا معك. هدول خطوط، هدول خطوط. الو الو، نعم مساء الخير. صباح النور، كيفك؟ بعدنا عبوخة الصبح. ايه. مين معنا؟ انا عم بتصل تأحكي مش عم باسل الممثل. فرح اختي. ايه صوتك. انا اول مرة يمكن بطلع اذاعة. ادي فخورة بخيك. انا فخورة بباسم الخي. باسم الصديق، باسم البي. يعني انا مش طالع احكي لا عن باسم الممثل ولا عن باسم المخرج. انتو حكوا عنه. انتوا حكوا عنه، انا طالع احكي عن باسم الانسان، باسم الخي، باسم الصديق، باسم البي اللي بتلاقيه حدك بكل الاوقات. وقله انا طالع بس قلك كلمتين، انه احنا بنفتخر فيك كلنا، ونحنا كتير منحبك، وانت نبض الحياة وشريان القلب. أوه. حبيبتي يا فرح، حبيبة قلبي يا حبيبتي، شو بدي اقول لك؟ وانت الفرح بالعائله. الفرح بالعائله. عندي خمس اخوه بشوف حالي فيهم، فرح وسوسن وعبير وبتول ونادين. انت وحيد على خمس بنات. ومش بدي اقول، بحبهم كثير. على فكره باسم ما بيقبل يقول انه هو وحيد، لما تقول وحيد بقول لك انا عندي خمس بنات. ونحن هو عنا شاب وحيد على خمس بنات، ونحن عنا شمعة مضوية عمدينة. حبيبتي. ونحن منحبك كتير، ما عندي كلام أكتر من هيك أحكي. ما في أكتر من هيك نحكى أصلا. ميرسي كتير لألكم. هلا شكرا. أهلا وسهلا فيك يا فرح. قديش هيدي العلاقة بتهون لك حياتك، علاقتك بالبيت، في محبة، حالة الأخوة والأهل وسند بيتنا، في محبة وكملته زوجتي. زوجتي بحكي عنها بعدين يعني. يعني إذا بدي أقول إذا في نجاح بحياتي، هي سبب أساسي بنجاحي أنا بكل شيء بعمله. شيرين. شيرين. وأنت بتعرفوا قديش أنا صحيح. وشيرين. صحيح. إيه. نحن صرنا إذا ما بنكون محل مع بعض يعني إنه. مستحيل ما تشوفيهم، مستحيل ما تشوفيهم مع بعض. بعض جاي من عطلك. إيه. هلا بالنسبة لأخواتي أنا أكيد سند لألي يعني، بدعائهم، بوقفتهم حدي، بمحبتهم. نحن عائلة كتير محبة على فكرة. يعني ما في غيري. في عطول الشخص بيشتغل للتاني يعني، ففي هذا العطاء موجود وله علاقة بالتربية الأم والبي. الأم والبي هن اللي بيخلقوا هيدا الأرموني بين الأولاد. للأسف في بعض العيلة بتلاقي الخي بيغار من خيه وبيكرهه وبتخنقوا على شيء بسيط يعني، فلا هذه المحبة موجودة. وهذا شيء يعني بينعكس يعني كمان على حياتك أكيد الشخصية والعملية. أكيد 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 بيأثر. يلا ما ناخد مدخلات بعد. ألو ألو، نعم عوافي. أهلا غسان حطوم. يا هلا غسان، تفضل. كيفك انت؟ ماشي الحال. هلا انا من الناس اللي بتحبه كثير لباسم الغنيه، وبحب اعماله، خصوصا الاشياء اللي بتاخذ التراث يعني القديم عنا. فباسم على فكره انا شفته بالمسلسلات يعني، بنحكي ب الحب، كل الحب كل الغرام، الغرام وتانجو. هلا انا برايي كممثل طاقاته عم تظهر بالفيلم اكثر من ابداع المخرج اللي عم مش عم يقدر يظهر طاقاته. يعني انا بشوف مثلا باسم غنية عم يشتغل اكثر، عم يظهر بال 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 بالدور اكثر من المخرج، اكثر من المخرج اللي لازم هو يفتح له يعني، مثل السياره تيربو وماشي وعم تمشيه على طريق ضيق يعني، طاقته اكبر من انه يستوعبها المخرج برايك هيك. لا بس انا كثير حبيته بكل الحب كله غرام، بس كثير كان في ضعف بالمونتاج. هلا حكينا بالانتاج لاخر حلقه. اخر حلقه حدا يعني بيعمل عرس بالحق لي يا باسم. بقول لك مش هيكي، شوفي اقول لك شغله، مثلا باسم مغنية على 90 حلقة. أيه. المخرج مش مخرج قطف له عمره باي باي وخطركم. ما مرة ولا شوية ذكريات مع الناس اللي
لقاهم كان بعكا كان بالدقاء. اوكي يلا هلا بنسال يعني باسم عن هالتفاصيل. خلينا نرد عليك باسم. يلا تحية لباسم. شكرا يا غسان، شكرا على رأيك ومحبتك. اهلا فيك. شكرا لك حبيبي. شو التساؤلات تبع غسان؟ لا لا، كل انسان بيشوف القصة من وجهة نظر مختلفة. في ناس يمكن من محبتهم فيي بيصيروا يلاقوا انه انا يمكن بس انا يعني، وفي ناس بيحبوا ممثل غيري او لك. لا شك انه العمل مرق بمشاكل اللي علاقه بال اذا بدك الانتاج، يعني عمل ما بينباع الا لمحطه واحده، وعمل منه صغير يعني، بيحكي عن حقبه زمنيه فيها بيوت وقصوره وتياب واحصنه وتفاصيل. بتعرفوا اذا واحد ينتج هيك عمل ما بيقدر يطلعه المنتج من خلال محطه واحده، وما بيقبض يعني انا تانجو لو ما انباع لاو اس ان وام بي سي وروتانا وهلا سي بي سي وهذا ما بيطلع حقه. فنحن ما فينا نظلم المنتج دائما انه لانه ما قدر مثلا يجيب 20 حصان بدل ما يجيب حماره مثلا، او لانه نحن بنعرف انه هذا عمل بني رايح على محطه واحده. محطه واحده لا تكفي، ما راح تدفع انت وبهالقد فيها تدفع وما فيها مقضي ايه. والمنتج منين بيطلع مصاري الباقيين؟ فنحن عم نكون عم نظلم المنتج ببعض الاحيان بهالتفاصيل. باسم بيأثروا على العمل، انا بقول لك ايه بيأثروا على العمل. يعني كان بتمنى الي معلوف يكون عمله منباع لكل الوطن العربي ويعملوا 5 مليون دولار يعني، شو انه ويربح فيه، انه ما في حدا بس بدك تفرجي ارضيه خاصه يعني، بدك تعمل تفرجي انتاج كبير للعالم تشتري ولا لا؟ لك نحن عاملين اعمال كتير قبل حلوه ومهمه ما وصلت للوطن العربي لانه كان لبناني بس 100%. هلا بس احنا على الطريق يعني، هلا انا يمكن سيرين بلشت انعرفت، نادين هلا انعرفت، يوسف انعرف في عمل انعرضت، هلا انا مثلا بلشت بتانجو بعد تانجو. صار انه اذا نعمل مسلسل سوا الناس بتعرفنا برا ممكن ينباع على اسمنا هيدا التفاصيل يعني، ممكن مثلا نحن بس بحاجه لبعض بعض الخطوات لقدام لنقدر بعد طلال النجوم كلها اللي طلعت بهالمسلسلات، مش بس عم نحكي على اربع خمس اشخاص كمان اللي اكيد يعني لازم ينعطى حقه بالتمثيل. طلال الجردي كان لولا بالمسلسل يعني هلا عم نحكي نحن مش بس عن هالاسماء، عم نحكي عن كل اللي اشتغلوا بالاعمال العربيه المشتركه. مع تكرار التجارب بعتقد انه بيوصل نحن كدراما لبناني قادرين نبيع عن اسمنا بس لوحدنا. باسم يعني ادوار طيب، شخص طيب، ادوار شخص غدروك لحديت هلا يعني لحديت هلا كسرت هالحاجز هلا بعد تانجو كسرته. انا عملت من سنتين عمل بفتخر كتير فيه، كان اخراج الي معلوف وانتاج الي حبيب وانتاج مركز بيروت، نعرض على شاشة واحدة للأسف، اسمه درب الياسمين. هذا من الأعمال اللي أنا بفتخر فيها وعامل دور حياتي يعني، دور كتير صعب ما خصه بالطيب اللي عم تحكي عنه. وفي كان نجوم كتير كبار بهذا العمل. للأسف ما حضروا العالم كتير لأنه منعرض على شاشة المنار، وبتعرف أنه في كل محطة على جمهور. عمل في نيكولا مزهر، كارلوس عزار، نقولة دانييل، محفظ الألقاب للجميع أكيد، زينة مكي، في كتير أسماء ما رح أتذكرهم هلأ، بس أنه عمل كتير كبير كان. كنت بتمنى الناس تشوفني بغير شخصية بدرب الياسمين، شخصية كتير جديدة وكتير حلوة. هلأ طبعا صورة الفلاحين اللي حكينا عنه رح يكون في شخصية جديدة حأكسر هذا الشيء اللي عم تحكي عنه. خلينا ناخذ الاتصال ونروح أكتر على صورة الفلاحين. ألو، يعطيك العافية ست سيد. أهلا وسهلا فنيان وسمعي. أهلا سركيس وبونجور لضيفك. أهلا تفضل. بالفعل ست سيدي الله، نحن اللبنانية الله أسانيها علينا مثل ما بيكسر الديشبور، الفنانين والممثلين والإعلاميين والمخرجين أمثال ضيفك يلي منحبه كتير، نشكر الله معوضنا بهالجامعات هون الإعلاميين والفنانين والممثلين، غير هيك شو عنا بقى بالبلد؟ منشوف حالنا بأمثالهم. أهلا وسهلا فيك يا سركيس، شكرا. منحبك كتير أستاذ باسم ويعطيك الألف عافية. مرسي كتير كتير على محبتك، شكرا لك. شكرا.
خلينا نروح شوي على الاتصالات او على الواتساب. ايه على الواتساب. وبنرجع كمان نحيي الاصدقاء يلي عم يشوفونا لايف على صفحه فويس اوف لبنان 100.5. وعند باسم اول مره بيطلع على الانستغرام اللي رح يضل متذكره رح يضل متذكره اول مره ندى بتقلك انا كنت بحب يكون تانجو بطولتك باسم اكثر من باس الخياط، انت رائع ندى. كمان بيحيوك يعني بدي اقول محمد على الفيسبوك كمان عم بيشوفونا، رندا، نسرين، احمد كمان تحيتنا لكم. بدي اقول لندا شو مفهوم البطوله لك؟ يعني اول شيء البطوله هو لما بكون اذا كان شخص ضعيف يكون منه بطل بالشخصيه مثلا، واذا بكون شخص لا ضعيف الشخصيه عم بحكي بكون منه بطل او ماكل حقه بالمسلسل بكون منه بطل. ولما بيكون هذا ظالم شخصيه ما له علاقه شو انه انا وباس كنا ابطال العمل وطلال الجد كان بطل العمل، شو ما له علاقه شو انه لانه هو علاقه الحب عاده اذا في علاقه حب بين زوجتي وشخص تاني بصير ان الابطال لا بدي انا مرديني بطلي يعني من هي ما في كمان اجمل دور اكيد يعني ناس بتفكر بغير طريقه انه لانه هو اللي قشط الحبيبي فهو بيكون البطل ما خص يعني. عندك كمان اسئله في فتره كنت بالغنى والفيديو كليبس والاخراج وين صار عم يسالوك وين صرت؟ لك في قصص كثير انا دائما بقولها بينجح فيها واحد بالحياه بس ما بيكون بيحبها. يعني انا بالإخراج كتير شاطر بعرف حالي بس ما بحب أكون مخرج. في قصص كتير بتحبي تعمليها وبتحلمي تعمليها بس ما بتنجح فيها اللي هي الغنى. أنا ما بعتبر حالي ما نجحت لأنه أنا ما كنت عم بعمل هذه التجربة لأنجح أو ما أنجح، التجربة لأني أنا بحب أعملها تتسلى، فما كان هدفي أبدا. حتى إجاني شغل ببداية أول فيديو كليب حفلات ورفضت لأنه أنا مش عامل هالقصة لأطلع غني يعني، وبالأخص بمصر يعني كتير قصص. مرة عملت حفلة مع شيرين عبد الوهاب من زمان كان عميل يشوفك بس انه كنت جر عطيت الميكروفون تحت. لا عملت حفلة تانية كنت مع أبو الليف إذا بتعرفوه أبو الليف بتذكر في حدا من الناس اللي عم بيحضروا إجا لعندي هيك شاب عم تصوروا معي كانوا، فقال لي أستاذ انت فنان محترم انت ليه بتغني ليه لا انت بتغني مع ابو الليف ليه؟ عشان ابو الليف يغني مع اني بحب صوته كثير، انا بحب صوته كثير. بس بدك تقول انت الو هالمره. ايه يلا الو الو كيف انا آية ايه هيدا بنت اختي يا عيالي يا خالو شي يا خالو انا بحبك كثير ايه انا بموت عليكي انا حبيبتي يا خالو يا بتطلع معي على الراديو كمان اول مره ايا اكيد شو اكيد ايه ايا ما بتحبيه كتير لخاله، ليش بتحبيه؟ لانه خاله فيكون خاله ما تحبه لانه خاله حبيبه قلبي يا ايا حبيبتي يا خاله بوسك كتير انا. اهلا وسهلا فيك يا ايا باي 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 خليكي فيك حبيبة قلبي باي باي باسم. فينا نقول هلأ جايين على موسم جديد، ثورة الفلاحين اللي كنا كل شوية عم نحكي عنه بس مش بهيك مثل ما قلت زيم. أنا من المقاطع اللي حضرتها من خلال بعض الناس اللي مشاركين فيه بقدر أنا على مسؤوليتي أقول ما قبل ثورة الفلاحين وما بعد ثورة الفلاحين. إذا أنا شفت هالمناطق هالمقاطع الصغيرة كتير وقلت هيك أنت بهالعمل شو بدك تقول؟ أنا بقول إنه ثورة الفلاحين عمل رح نفتخر فيه بوطن العربي لأنه رح يشوفوه كل الوطن العربي. بعتقد هو العمل اللبناني الوحيد اللي بينباع عرض أول. طبعا في أعمال لبنانية بنباعت بوطن العربي لكن هذا العمل الوحيد اللي بينباع عرض أول بمحطات كتير مهمة لجودة الإنتاج والإخراج والصورة ضخامة وكتابة الإنتاج والكتابة مسلسل كتابة استاذي كلوديا مارشليون وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيجل فيلم استاذ جمال. في نجوم هكل نجوم لبنان تقريبا اللي أنا بعتز أني أنا اشتغلت معهم. أنا شخصيا رح يكون ما قبل غير ما بعد
ثورة الفلاحين، بعتقد هيك هذا تصوري، إن شاء الله يكون صح، لأنه عامل شيء كتير جديد وكتير حلو. كباسم يعني. عامل شيء جديد كباسم كدور أكيد، وأوقات إطار الـ إطار الـ يعني إذا عندك مسلسل مهم كمان هو بيعطيكي أرتي شو بيأثر فبيوصلك أكتر. بتوقع ما بعد ثورة الفلاحين رح يكون وضع مختلف بالنسبة لألي عربيا، حتى يكون بدي أحكي لبنانيا على أي محطة رح ينعرض؟ ضخم لدرجة أنه ما قدرت محطة واحدة تشتري وتدفع إنتاجه أو ترد إنتاجه أو لا إنتاجه. لا مستحيل، المسلسل مكلف كتير، قد ضخم العمل المسلسل يعني كل شيء تغير فيها، ما في بيت فتنا عليه أو قصر فتنا عليه إلا ما عملنا له ديكورات بمئات الألوف الدولارات، إنه شركة إيجل أكيد، تياب الملابس، عدد الممثلين الضخم، النجوم الكتار اللي بالعمل، يعني لا يستوعبوا عمل هالقد إلا بهالضخامة. قد ما حكيت لكم ما رح يعني هذا، بس أتمنى من الله إنه ينجح هذا العمل، لأنه كمان بالنهاية النجاح من عند الله، ما حدا بيعرف. أيام مسلسل ما بيعني لك شيء وبينجح كتير، وأيام عمل بتمنى النجاح له، بس توقعاتي رح ينجح كتير. شو شخصية باسم اللي شخصية رامح؟ هو شخصية كتير قاسية، مش بس قاسية وشخصية مجرمة، يعني بتوصل لمرحلة الإجرام. في بعض المشاهد بيفوت على الضيعة على حصان وبيلاقي إنه كل الناس موطين راسه، لأنه بس يفوت بوطوا راسه يخافوا منه، فبيلاقي شخص واحد معلى راسه بينزل يعني مستبد إنه بتقتل لتقتل بس هو بيوصل لمرحلة بيصير في عنده جنون العظمة، بجن يعني بالآخر، وبده كل شيء لقله والسلطة لقله. دور كتير جديد، فأنا مبسوط إنه عملته هذا الدور، إن شاء الله يكون منيح للناس تحبه. باسم يعني الصحافي بيشوفوا بينتقدوا الممثل بيكونوا يعني عن خبرة وعن يعني المام بالتمثيل، ولكن المشاهد يمكن بينجر أكتر عاطفيا، يعني الدور يلي بيشوفوه كإنسان مغلوب على أمره بيتعاطفوا معه أكتر. ما بالضرورة لا أبدا، في يكون دور حدا كتير قاسي والناس تحبه. بالنهاية نحن بصاروا بيعرفوا تاريخنا، العالم بيعرفوا أنا باسم شو عامل قبل وشو عامل بعد، بصيروا يرقبوني كممثل أكتر، أنا هيك بعتقد. وراح أكيد راح يتعاطفوا معي وما يتعاطفوا معي ما بعرف هذا الشيء، بس بدي أقول إذا هيك لا أكيد ما راح يتعاطف. بدي أقول عن شغلي، عن شغلي كتير ما بحبها بالوسط الإعلامي بشكل عام عم بحكي، لكن بشكل خاص أكيد في ناس بحترمهم، وأنا ما عم بحكي عن ناس بينتقدوني، لأنه أوقات بينتقدوني وبتقبل الموضوع بكل رحابة صدر، بعتقد شخصيتي بتسمح إنه كون هيك مع هذا، أوقات ما برد عادة، ما برد عادة، بس اللي بدي أقوله إنه في موجة هلا جديدة، كل حدا عنده أكاونت على تويتر بينتقد بيعطي رأيه، للأسف مش معقولة، في ناس بينتقدوا عمل أنا عامله بيبعتوا لي منشن لألي، طب اللي بيعمل نقد ما بيبعت للشخص، بيعمل نقد. اذا انا بالسفير عامل نقد بنزل وببعته منشن للعالم، لا بخلي بالسفير انا، الناس كانك عم تقرا تخبرنا انه بالسفير صارت هي كانه ناس عم لا ابدا، عم بعطي مثل مثل يعني عم بحكي اشخاص يعني بيكتب عنك نقد وبيبعت لك اياه لك لا ترد عليه، انا ما برد. مسالم انت باسم يعني. مش لاني مسالم، لانه اذا ما عجبني الرد ما برد خلص، ما مش ودي اقول له يعني. حتى مشاكل بين زملائك ما بنسمع لك حس فيها؟ لا انا بحاول قد ما في يكون بعيد يعني، ما عندي مشاكل، لا بصير في اوقات قصص بس انا بستوعبها وبمتصها، بس ما بحب انه يمكن عم يحكي عن بعض الصحفيين او حتى حيال حدا يعني هلا الجريده لا على الاسف يعني ايه بعض مثلا انه اللي بيكتب مقالي عاده بينزل مقالي بس ما بيبعتها للناس، الناس بتشوفه. ما هو صار منصات يعني لاطلاق الصواريخ، اذا فينا نقول على مواقع التواصل في شيء كثير مهم عم بصير، انه صار واحد بيعطي رايه ليكسب مواد الشخص الثاني، بس صعب يعني للأسف. وقت بيعطوا رأيهم بعض الممثلين، أنا بعرف إنه الممثلين فشلوا هالسنة فشل ذريع، عم بحكي رأي أكاديمي أنا بيني وبين حالي، عم بحكي بقرأ إنه كاتبين عنهم قصص مش طبيعية، فما بصدق إنه في رأي عن ممثل هيك، يعني مش قصة وجهة نظر، لا أنا عم بحكي وجهة نظر أكاديمية كممثل، بعرف هذا الممثل هالسنة كيف كان وكيف كان قبل، إذا أنا ما بعطي رأيي، بس لما بشوف رأي حلو عن هالشخص بتفاجأ إنه عرفت شو.
ناخذ المداخلات واراء الناس. يلا. الو. نعم. بونجور. يعني مش معقول هالإنسان الراقي الممثل المخرج باسم غنية. بدي اختصر بركي غيري ناطر، بس مين معنا لو سمحت؟ مستمع على صوت لبنان. بس بهمني اخذ رأيه لأنه كتير مبين عنده مصداقية إذا حضر أو عنده فكرة عن مسلسلات برمضان. برأيه أي مسلسل كان برأيه عجبه كتير، وأي ممثلة أو ممثل إذا بيقدر يقول بتمنى، لأن بيّن كتير عنده مصداقية. أهلا فيك. أهلا. شكرا كتير لك، شكرا على رأيك لألي. أنا عندي مشكلة إنه أنا ما كتير بحب أعطي رأيي، لأنه أنا مني مختص بهذا الموضوع، مني جالس نقد. بس أنا إنه أكيد عندي، بس أنا بقولك مين حبيت. يعني أنا كتير حبيت باسل الخياط، مع انه ببعض الاحيان في ناس انتقدوا بدايه هيدا، بس انا حبيته مش لانه هو موجود بتانجو، بس عطى نكهه كتير حلوه. حضرت عابد فهد كتير حبيت طريق. نضوج نيكولا معوض ب ب ب الحب الحقيقي كان غير عن كل شيء قبل. بتحسي في صار في ممثل ناضج. بحب اقوله كشخص كمان متصالح مع حاله، مبسوط لنجاحه بمصر. أكتر حدا حبيته عم بحكي لأرجال عابد فهد، قلت له يا عابد أنا كنا بفرح ابن الصباح، فقلت له عابد أنت السنة كنت متألق، يعني هو دايما متألق بس بهالسنة بطريق لبس شخصية عمل شيء جديد كتير ما بيشبه القصص اللي عملها قبل، لأنه كنا معودين عليه بالولادة من الخاصرة عطول هالأدوار القاسية وما بعرف شو، حتى يعني ضعيف المتردد. يعني انا ب 24 ايرات انا كنت موجود في 24 ايرات، لكن ما كنت معجب كتير بعابد فهد، لكن هالسنه كنت كتير معجب فيه. هو اثنى علي كتير، بس انا قعدت حكيت انا وياه، بس انا كتير حبيته على صعيد يعني. الممثلات كمان الممثلات، لكن احنا نفتخر بممثله اسمها نادين جيم. انا ما تابعت كتير صراحه والله العظيم. بس قصدت احضر، نعرف كلامك لانك عم بتصور لاخر شهر رمضان. بس انا تابعت كل المسلسلات. مش متابعه. حضرت شوي. نادين حضورها مميز، يعني ناس بتحبها، ممثله هذه السنه عامله شيء جديد. هلا انا حضرت بعض المشاهد حبيتها كتير 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 فيهم، عملت قصص كتير حلوه، وفي بعض المشاهد انا حسيتهم فيهم يكونوا احسن. بس يعني مش انتقاد، لا انا عم حبي عم بحكي. بس بشكل عام احنا هي نجمة بنفتخر فيها بلبنان بالوطن العربي، وكتير حبيت جنيد زين الدين. عمل شخصية بعثت له ظهر من الكوميديا على بعثت له جنيد على الفيسبوك. هنيته بدي اتذكر في كتير كمان حرام اذا فيه صار في دراما نحنا تانجو. في زينة مكي كمان من الدور الجديد. زينة بركت لها من يومين كمان. بس حتى ما ننطر كتير المتصل ناخد. بدي كمان بدي أكيد بديع أبو شقرة صار رفيق الدرب. أنا كمان ومشيت بحبه كتير لبديع. يلا بناخد الاتصال. باسم. ألو. ألو صباح الخير. صباح النور. أنا كنت شخص مدرسي كان يعلم بمدرسة للبنات بوجنا استاذ باسم، وكنا كثير نغار منه انه يا رفيق البنات حواليه بس يطلع من المدرسه وهيك. بس بعدين عرفت انه قديش هو منيح لحتى هالقد يحبوا التلاميذ، قديش هالقد يتعلقوا فيه. شخص كثير متواضع، يعني الحكي اللي عم يحكي هلا عن الفنانين غيره مش عم يحكي عن حاله هو، بيثبت قديش هو متواضع. قديش حبيناه بمسلسل تانجو، كثير هذا المسلسل كثير قوي كان هو، ولا كل العمل كان كثير رائع جدا رائع. انا ما بحضر مسلسلات بس هذا العمل كثير شدني لاحضره، لانه قصه عشق، قصه بوليسيه فايته ببعضها بس كثير حلوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. شكرا يا حبيبي كثير، شكرا على هذا. ايه كنت اعلم بمدرسه بنات انا. ايه بس كنت كثير قاسي شوي، انا بشغلك شوي قاسي، يعني قاسي يعني ما بعطي وجه. ما كنت تغنى شو عليك ببداية أول لا لا ما بس هذا تأقلموا مع شخصيته. أنا كوزينتي إجت كنت علمها أنا، وش حتى من صف مرتين، يعني مش إنه ما عندي. بس أكيد بعد لهلأ ما بتحبك. هلأ جريبي يحبوني كتير، كل العائلة بتحبني هلأ. أنا ابن عمي كان استاذ ضربني بعدي لهلأ، بتذكر أنت ضربتني بس كنت أنا تلميذ عندك وما بنسانه إياها. لا ضربة غلط عند بالتعليم، غلط الضرب أكيد.
خليني أقول كمان جاكلين بتقلك دورك ب 24 قيراط كان كتير حلو ولو كنت في شرير. مظبوط هوني مثلا ب 24 قيراط ما كنت هو منه شرير إذا بدك شرير شرير بدكم تشوفوا الشر احضروا ثورة الفلاح. يلا باسم بدنا نتوقف باسم وأندري بدنا نتوقف مع موجز الحدث وبعده بنتابع آخر جزء من على الموجة سوا. يلا الأرقام بتقلك أرقام بتقلك إنه إذا كل شخص على وجه الأرض بيغسل إيديه بشكل صحيح فهالأمر بينقذ حياة مليون شخص كل سنة. والأرقام بتقلك إنه أكتر لاعب شارك بكأس العالم لكرة القدم من حيث الدقايق هو الإيطالي باولو مالديني يلي لعب 2217 دقيقة. موجز الحدث على صوت لبنان على رأس الساعة. الحدث خدمة إخبارية من العربية. نايلسات عامودي 12169. روسيا ترفض إصدار مجلس الأمن بيانا عن الوضع جنوب غرب سوريا رغم إظهار الدول الغربية وحدة قوية تنديدا بالهجوم العسكري المستمر على درعا وتداعياته الإنسانية. نجح الوساطة الأردنية بإقناع فصائل المعارضة في الجنوب السوري بالعودة إلى التفاوض مع الروس لإنهاء القتال والخلافات على آلية تسليم السلاح. ميليشيات الحوثي ترفض مقترحات أممية بالانسحاب من الحديدة ومنائها وتسليم إدارتها للأمم المتحدة وتتمسك بإدارة مشتركة مع الأمم المتحدة. المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار الهدم الخاص بتجمع الخان الأحمر في محيط القدس مؤقتا حتى البدء في الالتماس الذي تقدم به أهل الحي. روحاني يبلغ ماكرون بأن حزمة الإجراءات الأوروبية لتعويض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لا تلبي مطالبها تزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول اللجنة المشتركة للاتفاق في فيينا. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ثان بحق ضابط في الجيش الوطني الليبي محمود الورفلي والمتهم بإعدام عشرات المعتقلين. وزير الداخلية الإيطالي يدعو لإنهاء حظر الأسلحة الدولية على ليبيا ويؤكد سعيه للضغط على دول الاتحاد لتبني موقفه خلال لقاء وزراء الداخلية الأسبوع المقبل في النمسا. منظمة الهجرة الدولية تطالب ليبيا بالكف عن احتجاز المهاجرين الذين يتم انقاذهم أو اعتراضهم في البحر المتوسط من جانب خطر السواحل الليبيين. الخارجية الأمريكية تنفي تخفيف نهجها حيال نزع سلاح كوريا الشمالية النووي وذلك بتزامن مع زيارة مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ والتي تستمر لمدة يومين. موجز الحدث على صوت لبنان على رأس الساعة. الحدث خدمة إخبارية من العربية. نايلسات عامودي 12169. باسم حكينا عن كل الأمور بس ما نحكي عن شقك الخاص العائلي زوجتك شيرين اللي يمكن قررت تبعد شوي عن الضوء لتكون حدك أكتر لتدعموا بعضكم أكتر. خبرنا هيك شوي إذا قد ما فينا نفوت عمرك العائلية لما حنا فيك خبرنا وقف بعدين. لا شيرين شيرين هي جزء الأكبر بحياتي موجودة. مش عم بحكي حكي عادة بيقولوا الناس عن شركاء حياتهم بس هو فعلا عن جد وجودها بحياتي عطى دعم. يعني أنا نجاحي إلى جزء كتير كبير فيه هي عن جد. إذا بقولوا يعني إنه المرأة بتدعم الرجل بتدعم الرجل أو حتى الرجل يدعم المرأة بنجاحها وبيقف حدها كمان أنا بصدق هذا الموضوع مش بس بالكلمة الحلوة بأوقات بعض القرارات بعض القصص أنا ببعض الأحيان بتسرع ببعض قراراتي وهي كتير بتروقني. انفعالي؟ لا ماني انفعالي أبدا. هلأ بعصب بسرعة بس قلبي طيب بغلب روق يعني بس كتير مروقتني وبتعرف تستوعبني وبتمتص كل شيء بعمله أنا أوقات وبتوجهني بعض الأحيان عجد أنه أصغر مني بمنيح هي بس بتوجهني وأوقات بحس أنه في عقل أكبر من عقلي بشي عشر مرات لأنه بتشوف الأشياء من برا يمكن أكتر يمكن لأنه أوقات كمان بعيد. أنا بنصحها بقصص العلاقة بشغلة
وبتقلي ايه معك حق مزبوط، يمكن من برا الواحد بيشوف اكتر بس هي لحد ما حكيمي اكتر مني هي. بعدها بالشغل يعني بعدها بتتابع ولا شوي متفرغة ولا لا؟ هي عندها عيتين اخصائي تغذية بيعرفوها كتير الناس بهالموضوع لازم نزورها شو متزورة لازم نزورها لازم نستضيفها كمان اكيد مهم تتبع نصايحها مش مهم تزورها ايه وهي طبعا حد بكل شيء انا بعمله ومتحملتني يعني رمضان مرق وقبله ما كنت نايم ما كنت اجي عودنا بسفره بعد رمضان وهيك عودت شوي شيء مش بس عم بعملها كرمالها كرمال حالي يعني مش انه كانت من مرشحات لملكة جمال لبنان كمان بالسابق مزبوط. شاركت اوكي ايوه مزبوط بدنا ناخذ اخر مداخلتين باسم مع المستمعين. الو بونجور عم بحكيك من الجنوب. اهلا فيكي. بنحكي استاذ باسم ولا بنحكي دراك؟ يلا معك استاذ باسم. اوكي يعطيك العافيه اول شيء استاذ باسم. الله يعافيكي شكرا. انا كثير بحبك ادوارك يعني انا مش رح احكي عن الحب الحقيقي بس انا رح احكي عن درب الياسمين اللي انت حكيت عنه يعني اللي ما حضرك يعني صحيح انه كان كتير دارك ثقيل بس انا قد ما حبيته حضرته مرتين على اليوتيوب رجعت. ايه درب الياسمين المسلسلات اللي انا بعتز فيها كتير كتير حلو خاصة دورك كتير متمكن منه حضرتك يعني مع انه دور عميل يعني ما بعرف اذا حدا حضره انا حضرته مرتين. اذا بتكون دورك هيك بدور ثورة فلاحين ثورة الفلاحين ما بعرف هتترحمي على درب يا محلى لا بس يعطيك الف عافيه يعني كلنا حابين بالحب الحقيقي كل الحب كل الغرام انا مش عارفه رايي بس يمكن طول كتير. اوكي اهلا وسهلا فيكي اخر مداخله. الو الو بونجور بونجور. بدي اهني انا باسم على شجاعته وعلى صدقه وعلى تواضعه لأن نحن عم ننتقد إنه الإنتاج والإخراج تبعوا لكل الحب كل الغرام هو عم بيستر عم بيستر إنه بده مصاري كتير أحسنة وبيوت ومدرسهن بس ما بدهش مصاري كتير يحط شعره شايبة بهالباية اللي صار عمره 25 سنة بدهش مصاري كتير يصلح ثيابها لهيدي المارثة ليوسف في بيت الفستان 25 سنة ما دقش عليها ما مش معقول كتير بس كباسم كباسم نحن عم نحكي هلا بس حرام انا كتير زعلت على هيك انتاج بهيك مسلسل. اهلا وسهلا فيكي شكرا على رأيك. اهلا فيكي ندى بول بس بشكل سريع عشان ما يزعلوا لانه بدنا نقول لهم شكرا بسام جابي عبد الله سماهر جاكلين ميراي بوب ندى كلهم تحيه بوجهوا لك تحيه شكرا للجميع. باسم قبل ما نختم عنا ثورة الفلاحين مثل ما قلنا 60 حلقه بدنا نعرض بهلا بعد شوي بزبط. وبعدين برمضان نكمله وغير ثورة الفلاحين شو عنا في حكي بيع يعني بعد ما في شيء بعد نحن بعدنا هلا خلصين رمضان وبعدنا هلا عم نرتاح شوي يعني ان شاء الله في قصص بدي احكي عنها هلا عم تتحضر. باسم شو بدك تقول للمستمعي صوت لبنان يلي صوتوا لك أفضل ممثل برمضان 2018؟ بدي أقول شكرا لكل اللي صوتوا لي وكمان شكرا للي ما صوت لي يمكن كمان صوتوا لناس بيستاهلوا. بدي ما كتير أنا ما كتير بحب الجوائز عادة بشكل عام والقصص والألقاب لكن بنبسط انه الناس عم بتتابعني واتصالات احسن من الانترنت عاده اللي على كل حال نحن عملنا البرنامج لانه انا عندي ماخذ على بعض الجوائز وانا في بعض في جائزه من جوائز انا رفضت مش رفضت انا مقطعها صار لي 10 سنين تقريبا الميركس دور هي قصه مبدا مع احترامي طبعا وحبي للاخوين حلو انا بحبهم وبحترمهم وبلتقى فيهم وسلم عليهم وكل شيء لكن انا عندي مأخذ على هذه الجايزه كرمال هيك انا ما بتشوفوني بمركز دور تصويت مستمعي صوت لبنان لانه بحبوك لانه قدروا اعمالك برمضان ونحن هلا بدنا نختم لحتى نحتفل نحن وياك. اكثر بدي اقول شغله انه نحن ما خبرنا يعني ولا مره قلنا للنجوم انه اسمعونا او بعثوا لنا فانزاتكم والدليل ما حكينا لا مع باسم ولا مع حدا. انا ما عندي فانزات انا بكره كلمه فانز تبعي كانت الامور تلقائيه. باسم انت بتستحق وبتستاهل انت من النجوم
اللي بينشاف الحال فيهم بلبنان. شكرا كتير. اهلا وسهلا. نيال الوطن العربي اذا قدر ربحك مش ني... مش نحن نيالنا فيهم هن نيالهم فينا. شكرا شكرا كتير عن جد. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك كمان زميل اندري داغ. شكرا سيدي عرب. بالختام كمان بدي اقول باي باي للاصدقاء يلي كانوا عم بتابعونا ويشوفونا لايف على صفحه فويس اوف لبنان 100.5. بدنا نشكر المخرجات فاضل. والى اللقاء على الموجه سوا. باي باي.